ماهر. نعم. تعال لك زياره. مين؟ تعال بس. انت طلبت تقابلني مش كده؟ ياه، وبالسرعه دي؟ ده انا لسه يا دوب الطلب خارج من بقي. عشان تعرف ان طلباتك اوامر. اتفضل اقعد. ممكن اقول لك حاجه بس ما تزعليش؟ اكيد طبعا. انت حلوه قوي 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 قوي. اديك زعلت اهو. طب معلش يا حضرتك، ممكن تخليك معايا من فضلك؟ انا معاكي معاكي لاخر العمر. تحب اجيب المأذون؟ طب المهم، يعني انت طلبت تقابلني وقلت لي اجيب الورق بتاع القضيه بتاعت بابا ليه؟ يعني يا جماعه ايه الناس دي؟ مفيش ذوق، مفيش كوبايه عصير. بقول لك انت هتستهبل، خلصني. طب ليه كده؟ ما تخلينيش اغير الصوره الحلوه اللي انا واخدها عنك. بقول لك ايه، انا مش فاضي اللف والدوران ده، خلصني. انت مين زقك عليا؟ زقني ايه؟ ما انا قاعد اهو. ليه الكلام ده؟ انا عايز اخدم. ايوه بس انت مش محامي. بس بفهم في القانون. طب ما هو في ناس كتير قوي بتفهم في القانون. لا مش زي المهر. انت مين اللي وراه؟ ورايا ايه ده؟ في حد ورايا؟ يا عم اقعد عدل، خلصني. انت شايفه حاجه انا مش شايفها؟ انا بخاف من العفاريت، بخاف والله، بخاف يا رب. اللهم طولك. ايه اللي ورايا؟ قولي لي ايه اللي ورايا؟ انا خايف والله. يا عم ما تفوق بقى وخليك معايا. انا معاكي، انا معاكي اهو. انا اول مره في حياتي اركز كل التركيز ده في حد في اللحظه دي. مركز اهو، اتفضلي. انت ايه اللي خلاك تدعبس ورا القضيه وعايز تعرف ايه اللي فيها؟ واضح ان انت فاهماني غلط خالص. اديني فرصه واديني ثقه وصدقيني مش هتندمي. طب ولو طلعت كداب؟ كهربيني. نعم، لو طلعت كداب كهربيني هموت من الكهرب. ماشي، انا هجيب لك ورق القضيه، بس لو طلعت بتلعب هيبقى تمنها رقبتك. طب مش هنسلم على بعض؟ ممكن طلب بسيط؟ اتفضل. اكيد معاكي سجاير للزياره، اصل دي بقى تفطر الشيكات بتاعنا جوه في العنبر. انا بس هاخدها تذكار. اتفضل. شكرا. ياه، اول مره اعرف ان العسل حلو. حلو قوي. اوامرك. الامر لله. فلوسي. تمام، وقلقانه ليه؟ مش قلقانه ولا حاجه، جايه اطمن بس. عملت اللي عليا، تعملوا انتوا اللي عليكم. دي لسه بتشك فينا؟ ولا شك فيكم ولا تشكوا فيا. عملت لكم اللي انتوا عايزينه، نفذوا بقى. دي المفروض تبقي مطمنه، خصوصا بعد ما اشتغلتي عندنا في الشركه. ما يلزمنيش الشغل، عايزه حقي وبس. ولو قلت لك ان مفيش فلوس؟ يعني ايه مفيش فلوس؟ هو لعب عيال؟ احنا في ما بيننا اتفاق، وماهر اتحبس واخد حكم كمان. لسه القضيه ما اتقفلتش. وانا مالي ومالي القضيه، تتقفل ولا ما تتقفلش، انا عايزه حقي. نفذت اللي طلبته وعايزه حقي فلوسي. تمام، خليني اكلم مدام فريده واشوف معاها الموضوع ده. ليه؟ شايفني نغه ولا نغه؟ ولا ما عنديش لسان؟ انا هكلمها بنفسي وهعرف اخد فلوسي. استني، انا رايحه فين؟ استني هنا، رايحه فين؟ مش ملاحظه انك بقيتي بتتصرفي بشكل مش لطيف؟ والنبي ايه؟ وانت مش واخد بالك ان انت عملت مطوحني يمين وشمال؟ طب خلي بالك بقى، اهدي كده عشان اللي بتعمليه ده مش في مصلحتك. نزل ايدك يا شاطر.